السلام عليكم. محاضرة اليوم هو تكمل المحاضرة اللي سبقتها، انه نكتب التريجر ونشوف امثلة عليه. المثال الثاني لكتابة التريجر، او مثال ثاني للتريجر، انه عندي اني هذا التريجر او هذا المثال اللي ايضا راح يكون موجود عندك on الاكاونت تيبل. اذكرك بالاكاونت تيبل كان متكون من الاكاونت نمبر والاماونت. زين، ف التريجر الثاني اللي راح يصير على الاكاونت تيبل هو بالايفنت اللي هو ابديت وبيفور ابديت، يعني قبل عمليه التحديث راح يشتغل عندي هذا التريجر او راح يتفعل. من يصير عندي ابديت راح يتفعل عندي التريجر. التريجر عباره عن شنو؟ العباره عن تشيك للاماونت. اذا كان الاماونت المدخل بعمليه الابديت، يعني الاماونت الجديد، فإذا أنا راح أشير لابل بالنيو أماونت. قلنا النيو يا ما يكون باللي هو المدخل الجديد، يعني قبل عملية، يعني بعد عملية الأبديت إذا أنا كان عندي أبديت، أو نيو بعملية الإنسرت يعني كإدخال جديد. فإذا راح يشيك النيو أماونت اللي أنت راح تريد له عملية أبديت، يعني الريكورد الجديد اللي هو حقل الأماونت اللي أنت سويت له أبديت. إذا كان أقل من الصفر ما معقول يكون أقل من الصفر، فإذا أقل من الصفر فسوي شنو؟ سوي صفر. وإذا كان أكبر من المية، على اعتبار أنه مثلا أنا ما أريد الأماونت يتجاوز المية، فرجع سوي شنو؟ مية. يعني عندي كمينيمم للأماونت عندي صفر، وماكسيمم للأماونت يكون شقد؟ مية. فإذا هذا هو شغل التريجر مالتي، أنه يشيك لي الأماونت اللي صاير عليه عملية الأبديت. إذا كان أقل من الصفر يحوله إلى صفر، وإذا كان أكبر من المية يحوله إلى مية. قبل كتابة هذا التريجر احتاجيت أستخدم الكوماند اللي هي ديليميتر. الديليميتر تحول لي الديليميتر إلى أي كاركترز أنا أختاره بعد كتابة الوورد ديليميتر. يعني الديليميتر دبل سلاش صارت شنو؟ صارت الديليميتر ماتي للتشغيل هي دبل سلاش، يعني السيمي كوما بعد اختفت. يعني بدل ما كانت الديليميتر مالتي اللي كانت السيمي كوما لعملية التنفيذ، صارت الديليميتر هي دبل سلاش. ليش احتاج اغير الديليميتر؟ احتاج اغير الديليميتر لانه اني عملية كتابة التريجر حتكون اكثر من ستيتمنت او اكثر من سطر، فاني اثناء كتابة التريجر احتاج الى السيمي كوما لتنفيذ العملية، يعني ضمن البروسيجر اللي انا كاتبته. فاذا اكتب السيمي كوما وانا الديليميتر مالتي سيمي كوما، راح راسا حيتنفذ هنا التريجر او يعاز كرييت تريجر، وهو البروسيجر مالتي بعد ما كامل او البرنامج مالتي بعد ما كامل، فحيصير عندي خطا. لتجاوز هذا الخطا اغير الديليميتر اني قبل بدايه كتابه لي للكرييت تريجر، وبعد عمليه كرييت تريجر يعني هنا الاند، هاي الدبل سلاش هي راح تنفذ لي عملية الكرييت او يعزل الكرييت اللي بديته من هنا. وبعد ما نفذت عملية الكرييت ارجع الديليميتر مالتي الى شنو؟ الى سيميكوما. نفس هذا الكلام، يعني نفس التريجر هذا، انه اني شنو السؤال مالتي؟ انه اني كون التريجر على فايل مثلا اسم الاكاونت، على فايل الاكاونت، بحيث يسوي عملية تدقيق في حالة الابديت، او انطي التايمر بيفور ابديت. إذا كان الأماونت أقل من الصفر يحوله إلى صفر، وإذا كان الأماونت أقل من أكبر من 100 يحوله إلى 100، أو بصيغة أخرى إنه يخلي لي الأماونت مينيمم صفر ماكسيمم 100. نفس هذا الكلام راح أطبقه على الدكتورز مالتي. نشوف شلون نقدر نكتب نفس هذا التريجر بصيغة أخرى على فايل الدكتورز. أوكي، هذا هو فايل الدكتورز مالتي، هاي الانفورميشن اللي موجودة عندي. خلي أشوف ممكن خلي أسوي تحديث على الدكتور رقم 2. السالري مالته 10 و250، يعني إذا أحوله إلى مثلا أقل من إحنا قلنا شنو؟ أحوله إلى 1، أقول السالري مالته هو 1 قبل عملية كتابتي للتريجر. قلنا التريجر أنا ما أشوفه موجود من أسوي عملية أبديت، أو ما أشوفه موجود من إذا أنا حاطة تريجر على الأبديت، وما أشوفه موجود من أسوي إنسرت إذا أنا كان حاطة التريجر ماتي على الإنسرت. هو يشتغل بالباك جراوند،
بدون ان يكون اليوزر الى علم بي. فراح اسوي ابديت بدون وجود تريجر، وراح اسوي ابديت بوجود التريجر ونشوف الفرق بين الاثنين. راح اسوي ابديت هسه ونفس الاعاز الابديت، فاقول له ابديت وانطي اسم الفايل وكلمه سيت، اقول له سوي لي السال equal الى 1، واحدد اقول له where dno equal 2، وارجع اسوي select. خلص حول لي الى 1، ما عنده اي مشكل. زين راح نبدي التريجر، راح اقول له create بعاز create trigger، اسم التريجر راح اسميه T1، الايفنت مالتي التايم والايفنت، اذا افتر او بيفور، خلينا نقول افتر. افتر ابديت اون اسم الفايل اللي راح يصير عليه التريجر اللي هو الدوكت، وكلمه for each row، for each row راح احتاج هنا الى شنو قلنا قبل ما ابدي هذا الموضوع. هسه اني ما بدلت الديليمتر، خل شوف شلون راح يصير عندي الخطا لان اني ما بدلت الديليمتر مالتي. راح اقول له begin، شوف ايش راح يصير عندي. قلت له begin لانه احتاج الى body، لان اني عندي اكثر من statement وليس يعني يعاز واحد، اكثر من يعاز، فاقول له begin وراح انطي الاف statement، الاف statement مالتي اقول له اف منو لنيو دوت سيل اذا كان اصغر من 10,000، شنو اذا كان أصغر من 10,000 أو الصفر then set. فإذن then شو تسوي لي؟ then set لنيو dot cell equal شنو؟ 10,000. هنا ايش احتاج حتى ينفذ هذه الاف؟ احتاج الى السيمي كوما. اول ما راح اخلي السيمي كوما هنا ايش راح يصير عندي؟ نفذ لي عاز الكرييت وكان شنو خطا. اذا راح احتاج الى كتابه الديليمتر وانطي اي سبيشال كاركتر انت تشوفه مناسب، مثلا الدبل سلاش. صار الديليمتر مالتي شنو هو؟ دبل سلاش. يعني هسه اكتب له select star from dot semicomma، ما راح ينفذها. ليش؟ لانه صارت التنفيذ مالتي شنو هو؟ double backslash. هسه حولت الديليمتر مالتي، راح ارجع مره ثانيه لعاز الكرييت، نقول له كرييت تريجر، خلينا نقول مو افتر لان ما يقبل الافتر والابديت، اقول له before create trigger before update on dot for each row begin، موجودة عندي ال begin for each row، begin if new cell أصغر من 10 then set new cell إلى 10. اوكي هسه شنو اكمل العاز مالتي؟ else if اذا النيو اكبر من 100 set. اوكي فاذا اقول له else if النيو دوت سال اذا كانت اكبر من 700,000 then ايش حسوي لي؟ then set الى الماكسيمم اللي موجود عندي بالرواتب، then set لنيو دوت سال
equal إلى مثلا أعلى راتب عندي هنا 70 وليس 700، 70,000. then set إلى وأنطي شنو؟ أنطي ال سيمي كوما. أسد ال if statement، ال if and if and if سيمي كوما و end للبيجين مات البروسيجر مالتي مات البودي مات البروسيجر. خلصت انفذ الكرييشن، سوى عملية كرييت للتريجر اللي اسمه تي 1 بيفور الابديت. بعد عملية التنفيذي او انشاء التريجر على فايل الدكتور او فايل الدكت، راح ارجع انفذ اللي عاز نفسه اللي سويته للابديت. يعاز الابديت مالتي كان هنا ابديت دكتور سيت سالاري اكول واحد، وين الدي ان او اكول شكيت، حنقول اكول 3 اللي هو شكيت 25,250. اوكي طبعا ما راح يتنفذ لانه انا بعد الديليمتر مالتي باك سلاش. حتى ارجع الديليت الابديت راسا قال لي 1 رو افكتد. المفروض هسه انا من قلت له سوي لي ابديت انه سالاري ايش قد المفروض يصير، يصير 1. خلينا نشوف السلكت. قبل السلكت خلي ارجع الديليمتر مالتي الى ما كان عليه الى السيمي كوما. شنو ارجع الى السيمي كوما؟ بنفس الصيغه اكتب له ديليمتر بدل الباك سلاش، اقول له اني رجع لي الى السيمي كوما. رجع الديليمتر مالتنا عادي، وارجع اقول له select، اسهل اكتبها select star from doctor. اوكي شوف لي رقم 3 ايش قصر، صار ايش قد؟ صار 10. ليش صار 10؟ انا قلت له سوي ايش قد، سوي 1، صار 10 بناء على التريجر اللي انا خليته. قلت له اذا كان هو اقل من 10 سوي ايش قد، سوي 10، وإذا كان أكبر من 700 سوي شكل، سوي 70. إذا اشتغل عندي التريجر بدون أن أدري. لكن إذا قلت له أبديت العادي، أقول له سوي لي 50,000، سوي لي 50 وأرجع أسوي له سيلكت، سوى 50. أقول له سوي لي 700 أو 800، سوي 800,000. هو أصلاً ما يتحمل هذا العدد، out of range. المفروض إنه هذه أساساً ما يتحمل هذا العدد، ما راح يقبله. لكن إذا خلينا نشوف، خلا حوله بحيث يتقبلها. أوكي حولت بحيث يتحمل 800. خلينا نشوف، أقول له update، قال لي one row affected. خلي نشوف select مرة أخرى، أقول له select، نشوف السالري للدكتور 3 إيش قصار. سالري دكتور 3 صار 70. أنا إيش قد قلت له؟ قلت له سوي لي 800,000، سوى 70. ليش؟ قال لي إنه الماكسيمم 10 والعفو الماكسيمم 70 والمينيمم 10. اذا اشتغل عندي تريجر بدون ان يدري اليوزر او بدون يعرف انه اي شيء صار عنده، هو عمليه تشيكينج مباشره على الداتابيس مالتي باداره الداتابيس مانجمنت سيستم. ارجو ان تكون المحاضره واضحه وتنفذوها عندكم. شكرا لكم طلاب، تحياتي.